الشعبية سعدت فيه النهاردة وأديت بدوري واجبي الوطن زي ما حضرتك قمت امبارح في تلبية الوداع والمشاركة في هذا الكتاب التام. بالتأكيد حنتابعكم النهاردة غرفة عمليات وزارة الهجرة ما زالت مستمرة، بخلص هنا لجنتي الانتخابية وبطلع الغرفة للعمليات لمتابعة كل صوركم وفيديوهاتكم واستفساراتكم. فريق العمل في وزارة الهجرة جاهز من 9 الصبح النهارده ومستمر معاكم الولايات المتحدة وكندا، هنستمر معاكم بعد 4 مساء وهنكمل مع استراليا ونيوزيلندا بعد الساعة 11 مساء. فإن شاء الله يبقى احتفالية وطنية، إنما النهارده ليها مزاج خاص لأنه الشعب في المصري في الداخل والشعب المصري في الخارج النهارده بيتلاحموا مع بعض. في أول مرة تحصل إنه الداخل والخارج يدوا بأصواتهم ويكونوا مشاركين في مستقبل الوطن زي النهارده. شكرا جزيلا.